بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد عندنا أخبار جديدة ومستجدات عديدة في الساحة الرياضية. النهاردة كمان يمكن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر منح الفريق راحة سلبية يوم إضافي، ومن الغد الاستعدادات لمباراة ميدياما الغاني. كل الكواليس المتعلقة بسفر الفريق، توقيت السفر، آخر الاستعدادات، جاهزية اللاعبين المصابين، بالتأكيد كل دي أخبار مهمة جدا هنتناولها النهاردة في برنامج الترند. كمان اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك غدا. كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة التاريخية هنستعرضها النهاردة من خلال برنامج الترند، وردود الأفعال بالتأكيد من خلال السوشيال ميديا وآخر أخبار الترند. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، والنهاردة هنعلن بشكل رسمي موعد مباراتي الأهلي في الجولة الخامسة والجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بعد ما تم التأكيد والإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الإفريقي، وتم إختار الأندية المعنية بشكل رسمي للمباريات الأخيرة في دور المجموعات. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة كما هي العادة في حلقات برنامج الترند. ولكن البداية بسؤال حلقة النهاردة، وبالأمس كان هناك قرار من رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في المباريات إلى 20,000 مشجع. عايز أعرف رأي حضراتكم في هذا القرار، وبالتأكيد تقدروا تجاوبوا على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من إجابات حضراتكم على قرار زيادة أعداد الجماهير إلى 20,000 متفرج في مباريات الدوري المقبلة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، مجلس الأهلي يلبي دعوة نادي الزمالك غدا، وكمان الفريق راح من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا، وفي الترند المحلي جهاز المنتخب يحضر مباريات اليوم في الدوري. طيب لو هنروح كده ونشوف استعراض مباريات اليوم، والبداية مع مباريات الدوري المصري وبداية وانطلاقة الجولة 13 من الدوري العام. لسه المشوار طويل، باقي حوالي يعني 21 أسبوع، مشوار طويل جدا في الدوري، الله أعلم هيخلص إمتى في الفترة اللي جاية. ولكن البداية النهاردة الساعة 4 كانت بمباراتين، الإنبي على ملعب بيترو سبورت بيستضيف سموحة، والبنك الأهلي بيستضيف زد. ويمكن الشوط الأول انتهى منذ قليل بتقدم زد على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن بيحضر دلوقتي مباراة البنك الأهلي وزد. الساعة 7 مباراة قوية جدا ما بين بيراميدز والاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري ونتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة مقابل بيراميدز اللي بالتأكيد بيتعرض لخسائر كثيرة جدا في الدوري وفي أيضا كأس الرابطة في الفترات السابقة. نروح للدوري الإنجليزي، والساعة 4 كانت في مباراة ما بين شيفيلد يونايتد مع برايتون، وانتهى الشوط الأول بتقدم برايتون 2-0. 6:30 لوتون تاون هيستضيف مانشستر يونايتد. نروح للدوري الأسباني، ويعني في خلاص في الثواني أو في اللحظات الأخيرة مباراة ما بين رايو فاليكانو مع ريال مدريد، والتعادل الإيجابي 1-1. الريال تقدم بهدف واتلغى له هدف لأن الكرة عدت خط المرمى، ورايو فاليكانو اتعادل بضربة جزاء بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفار. الساعة 5:15 غرناطة هيلاعب ألماريا. الساعة 7:30 ريال مايوركا هيلاعب ريال سوسيداد. وفي الساعة 10 ريال بيتيس هيستضيف ديبورتيفو ألفس. نروح للدوري الإيطالي، والنهاردة كانت فيه مباراة بدري شوية كده بعد الظهر الساعة 1:15، لاتسيو خسر فيها على أرضه ووسط جمهوره أمام بولونيا 1-2. ودلوقتي الساعة 4 بدأت مباراتين وانتهى الشوط الأول بتقدم فرونتينا على إمبولي 1-0، وتعادل أودينيزي مع كالياري 1-1. الساعة 7 فروسيوني هيلعب مع روما، وفي العاشرة إلا ربع موينزا هيستضيف الميلان. دي أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري والإنجليزي والأسباني والإيطالي. يوم ممتع بالمباريات الأوروبية، وبالتأكيد الدوري المصري واستئناف الجولة 13، واللي بتشهد بالتأكيد تأجيل أيضا مباراة للأهلي نتيجة يعني مشاركته في دوري أبطال إفريقيا وسفره خلال ساعات إلى غانا في مدينة كوماسي لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دوري الأبطال. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والخبر البارز دلوقتي على السوشيال ميديا بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي يلبي دعوة نادي الزمالك غدا،
ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين الكبيرين. يمكن بعد ظهر اليوم النادي الأهلي وفي خبر رسمي تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وعلى صفحة النادي الأهلي على الفيسبوك، مكتوب: يقوم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب غدا الاثنين بزيارة نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال. كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمة الله عليه ووفاته قبل 3 أسابيع كانت وراء التأجيل. الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية. كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية. خطوة رائعة جدا، أتمنى أن يتم البناء عليها. شكرا نادي الزمالك على هذه الدعوة، شكرا للنادي الأهلي على تلبية هذه الدعوة. دعوة جاية في وقتها بالتأكيد من نادي الزمالك، والتوقيت أصبح مناسب جدا لتلبية هذه الدعوة، خاصة أن الفترة الأخيرة كان في أحداث كثيرة جدا أبرزها بالطبع يمكن الفترة اللي تعرض فيها معالي الوزير السابق نائب رئيس النادي الأهلي رحمة الله عليه الوزير العمري فاروق، كان وعكة صحية يمكن غاب عن الوعي لحوالي أكثر من 80 يوم إلى أن توفاه الله. فبالتالي طول الفترة دي كان صعب جدا أن يتم تنفيذ أي شيء على المستوى الرسمي سواء من زيارات أو حتى بعض الاحتفالات، لأن كان توقيت صعب جدا على عائلة النادي الأهلي بشكل عام. ولكن بعد ما الظروف سمحت الآن النادي الأهلي أعلن اليوم عن تلبية هذه الدعوة، وبالتأكيد بشكر الناديين نادي الزمالك على هذه الفكرة وعلى هذه الدعوة. وعلى طول كان في استجابة مباشرة جدا من النادي الأهلي، وإن شاء الله غدا الدعوة النادي الأهلي هيلبيها وهيكون موجود في مقر نادي الزمالك في ميت عقبة حوالي الساعة 12 الظهر، وبالتأكيد هيحضر فيها عدد كبير جدا من وسائل الإعلام ومن الصحف لتغطيه هذه الزيارة التاريخية ما بين أكبر ناديين، مش بقول بس في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية، في الشرق الأوسط ويعني نقدر نقول في قارة آسيا وفي قارة إفريقيا، يمكن أكبر ديربي عليه متابعة جماهيرية وحضور جماهيري، وأكبر ناديين يمكن عليهم متابعة جماهيرية كبيرة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي هو ناديي الأهلي والزمالك. نتمنى يا رب بإذن الله أن هذه الخطوة يتم البناء عليها الفترة اللي جاية، وأعتقد فرصة طيبة بقى لأي حد بيحاول يثير التعصب ويثير الأزمات يبتعد شوية عن المشهد. يعني المشهد مش محتاج إثارة أزمات، مش محتاج يعني شغل ترندات على السوشيال ميديا. الدنيا هادية، العلاقة اللي بتربط الأهلي والزمالك علاقة تاريخية. في فترة من الفترات لو حاول البعض إن هو يعني يسبب أزمات بسبب توتر في العلاقة، أعتقد دلوقتي الظروف لا تسمح بكل ذلك. الناديين دلوقتي كل واحد بيركز في شغله، الأهلي بيركز في شغله، الزمالك بيركز في شغله. أي واحد هيحاول في النص بقى يعمل إثارة أزمة أو يعمل تعصب، أعتقد هيكون الأمر كاشف لكل المتابعين في الكرة المصرية. فكرة مين كان فعل مين رد فعل، خلاص اللي فات فات، لكن اللي جاي أعتقد الغلطة هتبقى فورة. دلوقتي الناس بتحاول تبني جسور علاقة جيدة، وأعتقد الزيارات اللي زي دي بيبقى تأثيرها الإيجابي على جماهير الكورة في الشارع تأثير إيجابي كبير جدا. المنافسة موجودة، المنافسة هتفضل موجودة، ولكن منافسة شريفة، منافسة شريفة، محدش يتطرق للطرف الآخر، محدش يحاول يسيء للطرف الآخر. النادي الأهلي ككيان كبير وكنادي ليه مكانة كبيرة جدا سواء عربيا أو إفريقيا، عمره ما كان تعرض لأي طرف في الرياضة المصرية أو في الكرة المصرية بأي سوء. فبالتالي الفترة الجاية نتمنى يا رب أن الكل يكون بيسير في نفس هذا الاتجاه. طيب، ده جانب متعلق بالعلاقات اللي بتجمع الأهلي والزمالك في الفترة الحالية. وأنا أتذكر فترات طويلة جدا كنا بنشوف زيارات مهمة جدا واجتماعات مهمة جدا من أيام المرحوم عبد اللطيف أبو رجيلة والكابتن صالح سليم والكابتن حمادة أمام، زيارات كبيرة جدا. وحتى في عهد الكابتن حسن حمدي مع الأستاذ ممدوح عباس كانت دايما العلاقات القوية ما بين الأهلي
ونادي الزمالك. وهذه الزيارة التاريخية اللي بالتأكيد بتأتي في عهد الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. طيب معايا مداخلة مهمة جدا عشان فرصة طيبة جدا برضو نعرف رأيه في الأحداث اللي موجودة على الساحة الرياضية في التوقيت الحالي. يمكن آخر أسبوعين كان في تطورات كتيرة، ولكن في التوقيت ده ما ظهرش الكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخبات الناشئين والشباب في منتخب مصر، أحد نجوم الكرة المصرية وأحد أساطير الكرة المصرية والنادي الأهلي. كابتن ربيع، مساء الفل ومنورني. يا محمد منور يا حبيبي، وأنا سعيد جدا معاك ودايما موفق ومتألق يا حبيبي دايما. ربنا يخليك يا كابتن ربيع. فرصة طيبة وحضرتك معايا. أولا عايز أعرف تعليقك على دعوة نادي الزمالك وتلبية الدعوة من جانب النادي الأهلي، وانا عارف ان العلاقات التاريخيه اللي ما بين الناديين اعتقد علاقات كبيره جدا، وليك اصدقاء كثيرين كمان من نادي الزمالك يا كابتن ربيع. طبعا دي حقيقه حاجه جميله جدا بصراحه وبسطتني، وده اللي المفروض يبقى موجود يا محمد، وكان موجود خلي بالك من فتره قريبه جدا، وزي ما قلت انت الاسماء كان الكابتن صالح والكابتن طارق على طول في نادي الزمالك، والكابتن ابو رجيره عند مروان بالليل بيفطروا في رمضان في النادي الاهلي. والله كانت العلاقات دي كنت بشوفها بعناية، واحنا نفسنا كنا بنروح للزمالك في نحضر لما يكون في ماتشات في التمارين في افريقيا والزمالك عندنا، واصدقائنا كلها كل اصدقاء احنا طول عمرنا يعني عاقلين جدا وناضجين جدا ودورنا مصلحه الوطن ومصلحه البلد وكره القدم الحقيقه بالحب يا محمد وبالاحترام واخد بالك، وعمرنا خلي بالك جيل الثمانينات مثلا او اي جيل احنا كنا بنلعب اهلي والزمالك، الزمالك يكسب نخرج على خير، اهلي يكسب نخرج على خير، حبايب ومحترمين وده الفل بصرف النظر عن النتائج ولا تعصب ولا توجيهات ولا اي حاجه خالص. فحاجه جميله جدا بصراحه، بشكر لك مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الخطيب، وهو ده هو ده الصح، احنا عاوزين نشوف مصلحه وطننا، احنا محتاجين وطننا محتاجنا، محتاج الناس العاقله، محتاج الناس الناضجه، محتاج الناس اللي هي بتدير الكرة في مصر بعقول ناضجه وكبيره جدا يا محمد، فبالتوفيق وحاجه بصراحه تاريخيه، وانا مبسوط جدا، انا اول مره اسمع الكلام ده، مبسوط جدا 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 والله العظيم، حاجه جميله يعني. هو بالفعل خبر رسمي، ويمكن النادي الاهلي اعلنه منذ قليل يعني على صفحاته الرسميه، والزياره غدا باذن الله ان شاء الله. ولكن كابتن ربيع برضه لو هتكلم على الجيل التاريخي في الثمانينات والتسعينات، مين كان اقرب ليك من لاعبي نادي الزمالك؟ يعني دايما بتتقابلوا سواء قبل مباراه القمه بعد مباراه القمه. ده لحد دلوقتي، لحد النهارده. لحد دلوقتي. اسماعيل يوسف طبعا. بالك. هشام ياكل. جمال عبد الحميد. معلش جمال. عندك يا رب مين؟ اشرف قاسم قبل ما يعني ما ربنا يعيش فيه ويعافيه. برنس الكره المصريه. دي حقيقه. بنتقابل على طول، وكنا بنتقابل في نادي زد هنا لحد الوقت يعني الشباب اللي بعديه يعني برضه متواصلين في بعض اوقات، مثلا تلاقيني قابلت مثلا وائل الالباني في افتتاح مثلا اكاديميه، في افتتاح في تسليم جوائز في حاجات كتير جدا واخد بالك. ف محمد صلاح بصراحه لسه مقابله قريب جدا، بنتزاور وبنتقابل وبنقعد مع بعض استاذ حضرتك. فنصر ابراهيم خد بالك، والله كنا انا وهو يعني كان كنت انا ومحمد صلاح، كابتن محمد صلاح ونصر مع كابتن شوبير في نهائي ماتش في محافظات في الشرقيه قريب من شهر يا محمد. يعني على طول خلي بالك ومع بعض، وتعالى اشرب عندي، تعالى اقعد عندي، طب تعالى نعمل، طب تعالى الكاس. الكاس خلي بالك كنت بجيبه النادي اللي بيلعب معانا في فرقه الشمس. من فتره قريبه فعلا صح. لا والله العظيم انا اللي كنت بجيبه. ليه؟ بجيبه وانا كنت بروح، بس ايام بقى ايه؟ ايام بقى الخير وايام الكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق. كابتن حسن شحاته طبعا خلي بالك ده كابتن كبير وانسان على خلق وحاجه جميله جدا. كابتن فاروق احمد يعني كل دول خلي بالك بنشوفهم، بنشوف بعض دايما خد بالك، فمتزورين وبنشوف بعض وحبايب، وكنا الماتشات بتخلص يا محمد كنا بنروح نعنق بعض وبنخرج على خير، والجمهور كان بيخرج على خير والدنيا كانت حلوه جدا. يا رب تستمر على كده. هترجع ان شاء الله وهترجع، لان المبادره دي جميله جدا وحلوه جدا، وهي دي هي دي هو ده العقل، وهي دي الناس اللي فاهمه، وهي دي اللي عاوزه مصلحه الوطن. احنا لازم نفكر في وطننا، مصلحه الزمالك، مصلحه الاهلي، مصلحه الوطن فوق الجميع. اكيد. فانا مبسوط جدا من الادارتين وربنا يوفقهم يا رب كده، ونشوف بلدنا احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. يا رب باذن الله. طيب كابتن ربيع، فرصه برضو اسالك على مباراه الاهلي وشباب بلوزداد والتعادل السلبي مع بلوزداد. الاهلي في صداره المجموعه بست نقاط، لسه يعني الفرص متاحه لكل الانديه سواء يانج افريكانز، بلوزداد خمس نقاط، ميدياما اربع نقاط. شايف ترتيب المجموعه ازاي؟ وشايف تعادل الاهلي في الجزائر خاصه بعد توقف استمر حوالي 50 يوم
ما كانش فيه اي مباريات رسميه في مصر عكس الجزائر، كانت الدوري الجزائري مستمر. مظبوط. وبلوزداد لعب حوالي 7 مباريات رسميه. مظبوط. انت قلت بقى خلاص جبت، انا عاوز ايه؟ انا عاوز نتيجه، انا مش عاوز 90 دقيقه. اكيد اكيد، خلينا واقعيين، عين ماتشات رسميه، فورمه اللاعب ونضج اللاعب وشغل اللاعب وحالته الفنيه مع الماتشات الرسميه محمد، ده طبيعي جدا. انما النهارده برجع من 50 يوم وهم لاعب لي 7 مباريات، طبيعي جدا هو اللي يتفوق عليه على ارضه في وسط الجمهور. لكن بالخبرات انا كنت عاوز، اللي عاوزه من المباراه بامر الله تعالى، على الاقل على الاقل اباول مجموعتي بصرف النظر، عاوز اكسب. صحيح. الاهلي ما يعرفش غير المكسب بصراحه. انت النهارده بتخلص البطوله بالليل يا محمد وتخش بطوله ثانيه الصبح، لو قدر الله بيحصل حاجه، بص الجمهور بيحزن وزعلان وقلقان وقرفان، هو ده جمهور الجمهور النادي اتعود على كل البطولات. مفيش بطوله ما بتاخدهاش تدخل فيها الا ولما النادي الاهلي عاوزها. والحمد لله ان الادارات اللي بتيجي في النادي بتخطط وبتنظم وبتتعب وبتجتهد عشان تسعد الجمهور وتحافظ على اسم الكيان، متواصله مع بعض من سنه 1907 لحد النهارده 24. كل الادارات اللي بتيجي بتشتغل للناس، للمصلحه، لاسعاد الناس، للحفاظ على الكيان. فالنهارده بفضل الله تعالى انت ايه؟ الحمد لله بتقدر النهارده تاخد بطولاتك وتسعد الجمهور. فطبعا ماتش بلوزداد طبيعي جدا، انا عاوز ايه منه؟ انا عاوز الثلاث نقاط يا النقطه. عاوز صداره المجموعه، فالحمد لله خدت صداره المجموعه وخدت النقطه اللي انا عاوز ومشيت خلال احداث المباراه، ما حصلش اي حاجات سلبيه الحمد لله، حاجات طبيعيه جدا في سير مباراه، طبيعي جدا على المستوى البدني والفني والمهاري، على مستوى الخطط طبيعي جدا، واحد عنده الحماس، واحد جاي اجهز منها شويه، عندك نواقص للتغيير ال 50 يوم، عندك نواقص كتير يا محمد، فانت راجع نواقص اكتر من 10 لعيبه يا كابتن ربيع. او في يعني 10 لعيبه وتقول لي حد يستحمل يعني 50 يوم ده 10 لعيب، حط دول بقى يساوي ايه؟ اه خذلك يساوي بصراحه، ده كويس كويس ان الاهلي كان متماسك، كويس ان كان فيه كويس كويس، حتى لو لسه وارقام الراجل المنافس اللي لعبناه امبارح احسن، لكن الاهلي اهلي. وتلاقي بقى الاهلي بقى ايه في الماتشات الجايه، خش بقى على الثقيل ال 16 تمام، لا بتاع دقيقات، لا بتاع البطوله اكيد اكيد. اه المباراه الجايه مع ميدياما في غانا، غانا بحقيقة اللعيبه بصراحه. اه في غانا ان شاء الله. لا نكون احنا في كوماسي تحديدا يا كابتن ربيع، وانت اكيد رحت كوماسي وعارف اجواء كوماسي. واقفين احسن، انت عارف بقى كوماسي لسنه 82 لما خدنا البطوله خدناها كوماسي و83 لما وصلنا النهائي برضو بعدها كسبوا بجول الاوفسايد بتاع الحكم الجزائري، كنا في كوماسي. مظبوط. فالله صلي محمد، احنا متعودين ورجاله الاهلي متعودين والكل متعود، المدرب الحمد لله فاهم وقرا فريق شغال فيها زي الو. لا حلوه كابتن ربيع، ارجع ارجع بس مكانك عشان الشبكه سامعني. اه كده كويس كده. آه كويس كده كويس. اه اتفضل. فانا قصدي يا محمد عندك المنظومه بفضل الله ماشيه بخطى جميله، الناس ما تستعجلش، عندك الاداره عارفه دورها، الجهاز الفني عنده دوره، اللعيبه اللي بيسعدونا عارفين ادوارهم، الجهاز الفني عارف دوره وعارف تخصصه، الدنيا ماشيه حلو، فان شاء الله الناس تطمئن بفضل الله باذن الله، واحنا خدنا اللي احنا عاوزينه، والاهلي بيتهيبها في القادم احسن وافضل وافضل بمشيئه الله تعالى ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن ربيع، فرصه برضه اسالك على التعيينات اللي تمت الفتره الاخيره في الاجهزه الفنيه للمنتخبات، وتحديدا تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. تعليقك على الاختيار، فرص منتخبنا الفتره الجايه بعد العوده لفكره المدرب الوطني، الدوري العام ومشوار الدوري العام الفتره اللي جايه، شايف يعني الامور دي ازاي؟ ودي اكتر امور مطروحه دلوقتي على الساحه الرياضيه، خاصه كمان بعد تعيين الكابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكوره. اه تمام، علاء مكسب ما فيش كلام، وحسام مكسب ما فيش كلام، الاثنين مكسب للمنتخب، يعني علاء لاتحاد الكوره لان علاء برضو مدرسه الكابتن جوهري، وفي نفس الوقت واخد خبرات كثيره جدا، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا بمشيئه الله تعالى في التخطيط والتنظيم. احنا عاوزين يا محمد بقى نميل للبرامج وللتخطيط وللتنسيق وللتنظيم والاداريات، الاداريات الحقيقيه اللي نصنع منها فنيات ونصنع منها برامج لفتره سنه وسنتين وثلاثه واربعه، هو ده اللي محتاجينه في اتحاد الكوره. اكيد. وحسام حسن طبعا مكسب ما فيش كلام، ياخد فرصته ياخد فرصته، حسام نجم كبير، حسام مدرب كبير، حسام اسم كبير، ان شاء الله ينجح، واحنا محتاجين من حسام بقى نرجع كره القدم الحقيقيه لمنتخب مصر، الشخصيه والعقود اللي احنا تعودنا عليها، المهاره، الابداع، الابهار، كره القدم ومنتخب مصر لازم يرجع. الموضوع محمد خلينا في النتائج بامر الله ان شاء الله، انت واثق انت كاس العالم بامر الله تعالى هتوصل باذن الله، خليها على جنب. انا كاس قبل كاس الامم محمد قلت لهم يا جماعه احنا مش مهم كاس الامم، المهم هنعمل ايه في كاس الامم،
هو ده اللي المفروض المدرب يشيل همه. يعني وصول يعني بقى وصول دلوقتي الاتحاد الدولي عمل كل الناس بقت في افريقيا، كل الناس في كاس العالم، عندك 10 فرق او 9 ونص في كاس العالم اللي جاي ده. هو كل الفرق المستعده في المستوى الاول كلها موجوده، ده فضل ونعمه الحمد لله. لكن احنا هنعمل ايه يا محمد؟ ده اللي مطلوب من الحساب. اعمل تيم ان شاء الله اشتغل بيه في كاس العالم وكاس الامم الاثنين مع بعض، اللي هو كاس الامم هيجي بعد كاس العالم. فلازم اعمل تيم كبير متوسط اعمار بلاعب بديل شخصيه، هو ده عشان اعمل شغل كويس في اتحاد في كاس العالم. احنا عايزين شغل كويس، فده اللي مطلوب من حسام. حسام لازم يتعب، لازم ينظم، لازم يعمل جدول كويس قوي، لازم يعمل برنامج. ليش بقى حسام يعمل برنامج يا محمد؟ من ساعه ما دخل لحد اخر يوم لي في التصفيات، انا يا جماعه البرنامج بتاعي هو 1 2 3 4، اتفضل الاتحاد يساعده، الرابطه تساعده، الاعلام يساعده، احنا نساعده، كلنا في ظهره، عشان احنا في ظهر مصر مش حسام، مصر اللي هي فوق الجميع. فبالتوفيق ان شاء الله، وكلنا متفائلين، وان شاء الله لائحه كويسه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله تعالى. والله يا كابتن ربيع نتمنى التوفيق للكابتن حسام. يمكن انا تحديدا من الناس اللي بتحب جدا جيل 90، يعني الجيل ده اللي حببني في الكوره، فتجربه للكابتن ربيع مع منتخبات الشباب حببتني في الكوره اكتر. تجربه حسام مع منتخب مصر اكيد تجربه الكابتن علاء نبيل، يعني عارف جيل 90 ده ليه خصوصيه احنا تحديدا بنميل ليها، فدايما بنتمنى لكم التوفيق والله يا كابتن ربيع. احنا خادمين للوطن يا محمد في اي وقت، في اي وقت في اي مكان، خادمين لولدنا ولوطننا وسعداء، وبنتشرف ان انا كنت في يوم من الايام في كاس العالم عشان مصر، اولمبياد عشان مصر، كاس امم عشان مصر، العاب افريقيا عشان مصر. مصر دي فوق الجميع، ومصر دي في دمنا يا محمد، انت عارف بلدنا وخيرها علينا وعايشين في خيرها، ونتمنى لها كل الخير وكل التوفيق. وبتمنى لك برضه بالتاكيد كل الخير وكل التوفيق، ونشوفك كده دايما في الملعب يا كابتن ربيع منور ومتالق. شكرا جزيلا لك كابتن ربيع ياسين، يعني احد اساطير الكره المصريه واسطوره في النادي الاهلي الكابتن ربيع ياسين. والكابتن ربيع ياسين يا جماعه من الناس اللي صعدت وطلعت جيل جيد جدا من اللاعبين، كان قوام رئيسي للمنتخبات الوطنيه في الفترات السابقه. الكابتن ربيع ياسين من المدربين اللي بيلف كل محافظات مصر، وانا اعتقد حسام حسن نفس المدرسه. النهارده اول مباراه في الدوري الممتاز بيحضرها البنك الاهلي وزد، توقعاته هيحضر في دوري المحترفين، هيطلع لعيبه من القسم الثاني. حسام حسن بيتميز بغض النظر عن النتائج اللي كنت بتكلم عليها قبل كده، ولكن في نقطه عند حسام حسن انا شفتها الفترات الاخيره مع الانديه، مدرب عينه كويسه، بيختار لعيبه كويسه، بيختار لعيبه في مراكز جيده. يعني حسام على مدار مشواره مع الانديه حتى لو ما حققش القاب، ويمكن دي معادله صعبه لانه كمان ما اشتغلش في الاهلي، يعني على فكره في مدربين ممكن يكونوا فنيا اقل من حسام حسن ولكن حققوا بطولات في اماكن تانية. هو ما حققش القاب ولكن كان ليه تاريخ في الفترات اللي فاتت انه طلع لعيبه وخلى لعيبه بارزه بشكل كبير جدا في انديه كان صعب جدا اللعيبه دي تظهر وتتالق فيه فترات سابقه. فالعين الثاقبه دي نتمنى الفتره الجايه نشوف حسام لما يبدا يتم اختيارات الاجهزه اللاعبين اللي ممكن هيبدا معاهم المعسكرات في الفتره اللي جايه. ده جانب كان مهم جدا. ألقينا الضوء على زيارة النادي الأهلي غدا بإذن الله لمجلس إدارة الزمالك وتلبية الدعوة، وكمان مداخلة مهمة مع الكابتن ربيع ياسين اتكلمنا في كل الأمور المطروحة على الساحة الرياضية. وأنا بتكلم على جيل 90 عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا متعلقة بالكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكورة، لأن الساعات الأخيرة أحمد حسام ميدو كان قال معلومة، على فكرة معلومة في غاية الخطورة. أنا في أوقات كتير ما بحبش أعلق على كلامه، ولكن لما الأمر يتعلق بجزء قانوني بيتعلق بتعيين مدير فني لاتحاد الكورة، وهل المدير الفني لاتحاد الكورة بيتطلب إن لازم يكون معاه الرخصة البرو عشان يتعين في هذا المنصب، ده أمر ما ينفعش يعدي حتى لو هو بيقولها سواء على سبيل الهزار أو الضحك أو الجد، لازم أخد الأمر بجدية وأسأل. سألت مسؤول بارز جدا في الاتحاد الدولي ليه علاقة بمسائل الرخص للمدربين واللايسنز في موضوع الرخص والإشراف على هذه الرخص مع الاتحادات القارية، ورحت سألت في الاتحاد الإفريقي دايركت على المسؤول المباشر على موضوع الرخص واللايسنز في الكاف، وكان الرد بالنص زي ما أقول لحضراتكم، تعيين المدير الفني للاتحادات الوطنية أمر يتعلق بالاتحادات الوطنية ولا للاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي دخل فيه، ويجب على كل اتحاد أن يضع معاييره الخاصة للتعيين. وبالتالي لو الاتحاد المصري حاطط معايير إن اللي يبقى مدير فني للاتحاد معاه الرخصة البرو، يبقى الاتحاد هو اللي يطبق معاييره مش الكاف ولا الفيفا. لو الاتحاد حاطط معيار إن المدير الفني للاتحاد معاه الرخصة إيه،
يبقى هو اللي يجب أن يراقب معاييره، ولكن لا للاتحاد الإفريقي دخل في هذا الشأن. أنا بقول لكم سألت سؤال مباشر للمسؤول في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، اتقال لي الأمر لا يتعلق بالكاف أو الفيفا، هذا الأمر بيخضع للمعايير الخاصة بالتعيينات داخل الاتحاد الوطني، سواء بقى الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي، الاتحاد التوجولي، الاتحاد الغاني، أيا كان أي اتحاد. وبالتالي لو الاتحاد وضع معايير معينة وشايفها متطابقة لاختيار الكابتن علاء نبيل، كل التوفيق للكابتن علاء نبيل واختياره سليم جدا. ولكن كل ما ذكر في الفترة الأخيرة وفي الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا إن لازم يكون معاه الرخصة البرو، ده كلام عاري تماما من الصحة. أنا دايما ما باخدش كلام أحمد حسام ميدو على محمل الجد في أغلب الأحيان، ولكن طالما الأمر متعلق بمعلومة هتفيد السادة المشاهدين ونتأكد من صحة المعلومة أو نقول إن المعلومة دي مش صح، كان لازم أروح للمصدر سواء في الفيفا أو الكاف. وجالي رد رسمي واتقال لي نصا الأمر لا يتعلق بالكاف أو الفيفا، يجب على كل اتحاد أن يضع معاييره الخاصة للتعيين. وأكبر دليل على ذلك بصوا على المدربين في الدوري المصري، هل الاتحاد المصري بيشترط ان المدرب يكون معاه الرخصه البرو؟ لا. بص على الاتحاد الافريقي لما بيعتمد رخص الانديه المصريه او مدربين الانديه المصريه، هل هو اللي بيعتمد ولا الاتحاد الوطني اللي بيعتمد؟ الاتحاد الوطني اللي بيعتمد، ولكن الاتحاد الافريقي مراقب فقط. اما في موضوع المدير الفني للاتحاد، الامر هنا يخضع لمعايير الاتحاد الوطني. يبقى كل ما ذكره احمد حسام ميدو عاري تماما من الصحه، وقرار اتحاد الكوره قرار سليم جدا، وبنقول كل التوفيق للكابتن علاء نبيل في المهمة المنوطة به في الفترة اللي جاية لقيادة الأمور الفنية داخل الاتحاد من ناحية شكل الإدارات والمنتخبات في الناشئين والشباب خلال الفترة اللي جاية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا بقى أخبار وكواليس عن توقيت سفر الأهلي إلى غانا، مواعيد مباريات الأهلي الرسمية اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي وحددها في الساعات الأخيرة، وكل الأمور المتعلقة بقائمة اللاعبين اللي هتتجه إلى كوماسي يوم الأربعاء اللي جاي. تعالوا بقى على اللي جاي، لان اللي جاي ده مهم جدا، متعلق بترتيبات سفر الاهلي الى كوماسي لمواجهه ميدياما يوم الجمعه اللي جايه. بدايه مباراه الاهلي وميدياما الغاني في كوماسي الجمعه اللي جايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. رسميا المباراه الجمعه اللي جايه الساعه 6 القاهره، 6 بتوقيت القاهره يوم الجمعه 23 فبراير. دي مباراه الجوله الخامسه. طيب باقي مباراه الجوله السادسه، مباراه الجوله السادسه الجمعه اللي بعدها الأهلي هيلعب مع يانج أفريكانز التنزاني يوم 1 مارس الموافق يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. إذن الاتحاد الإفريقي حدد مواعيد مباراتي الجولة الخامسة والجولة السادسة للنادي الأهلي. هيلعب مع ميدياما يوم الجمعة 23/2 في كوماسي الساعة 6 بتوقيت القاهرة، والجمعة اللي بعدها في استاد القاهرة مع يانج أفريكانز أيضا الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. الجولة الأخيرة على فكرة في نفس التوقيت مع مباراة شباب بلوزداد وميدياما الغاني في الجزائر، هتكون أيضا يوم الجمعة 1 مارس الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وبالتالي دي المواعيد الرسمية. بكرة إن شاء الله بإذن الله بكرة الاثنين هيكون معايا طاقم تحكيم مباراة ميدياما والأهلي وطاقم تحكيم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، هنعلنهم من خلال برنامج الترند لكل السادة المشاهدين. ده جانب. طيب الجانب الثاني، معاد المباراتين بنتكلم الجمعة والجمعة، وبالتالي موقف المباراة اللي في النص هنا مش عارفين لغاية دلوقتي الموقف الرسمي ايه. الموقف الرسمي خدوا بالكم، انا يوم الاثنين اللي فات، احنا النهاردة الحد، يعني من 5-6 ايام هنا في برنامج الترند طلعت وقلت ان بناء على رغبة بيراميدز عايز يأجل مباراته مع الاهلي اللي هتتلعب يوم الثلاث 27 فبراير، الثلاث او الاربع 27 او 28 فبراير طبقا اللي هو معد في جدول الدوري، لان بيراميدز عنده مباراه يوم السبت 24/2 مع مازيمبي في الكونغو الديمقراطيه، وهيرجع القاهره عنده مباراه يوم السبت اللي بعده الموافق 2 مارس مع نوازيبو الموريتاني. وبالتالي الاهلي هيلعب جمعه وجمعه، بيراميدز هيلعب سبت وسبت، ولكن بيراميدز طلب تاجيل مباراته مع الاهلي. الاهلي ما بيطلبش تاجيل على فكره، الاهلي ما بيطلبش تاجيل، ولكن الاهلي بيطلب ان اللائحه تتطبق. فالاهلي لما طلب ان اللائحه تتطبق قبل كده اتاجلت المباراه اللي كانت هتتلعب المفروض بكره، لان الاهلي لسه راجع من الجزائر وعنده مباراه في غانا، فالتوقيت مش مناسب. نفس الموضوع ده الاسبوع اللي جاي. مباراه بيراميدز مع الاهلي الكلام اللي طلع رسمي ان هي اتاجلت، ولكن لسه ما تمش اختيار الناديين.
ويوم الاثنين اللي فات لما كنت مع حضراتكم قلت ان في تفكير في الرابطه ان هم ياجلوا مباراه بيراميدز مع الاهلي، ولكن يتم تسكين مباراه للاهلي مع بلديه المحله. الكلام ده انا قلته الاثنين اللي فات، الاسبوع اللي فات قلت الكلام ده قبل النهارده بخمس ايام. طيب بما انك هتاجل لبيراميدز مباراته مع الاهلي لانه هيلعب سبت وسبت، فكيف يتم تسكين مباراه ايا كانت بقى، تطلع البلديه، يطلع زد، يطلع الاتحاد، ايا كان مين من المؤجلات، للاهلي في نفس التوقيت اللي الاهلي المفروض عنده مباراه من الجمعه للجمعه. عارفين لو الاهلي هيلعب من الجمعه للسبت اقول ماشي، لكن من الجمعه للجمعه زي من السبت للسبت. لما تطبق اللائحه هنا لازم تطبق اللائحه هنا. انا لما طلعت قلت الاسبوع اللي فات في اتجاه لتسكين مباراه البلديه مكان بيراميدز، دي كانت معلومه فعلا موجوده داخل الرابطه، ولكن دلوقتي اصبحت المواعيد رسميه، لان الاهلي وقتها كان ممكن يلعب جمعه وسبت، لكن دلوقتي رسميا اصبحت المباراه جمعه وجمعه. فهل هتحط مباراه البلديه مكان بيراميدز؟ ما انت اجلت البيراميدز مباراته مع الاهلي، فموقف الاهلي في الاسبوع ده هيبقى ايه؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه، لان كتسكين مباراه البلديه مع الاهلي كان هيحصل لو الاهلي هيلعب جمعه في غانا والسبت في القاهره. جه الاتحاد الافريقي خلى السبت ده خلاه جمعه لانه عايز يلعب مباراتين الجمعه في توقيت واحد مع الجزائر، بولوزداد هيلعب مع ميديام، فبالتالي الاهلي بقى عنده جمعه وجمعه. هنا في النص لو شلت بيراميدز في مباراته مع الاهلي ما ينفعش تحط مباراه ثانيه للاهلي، لان انت هنا هتكون خالفت اللائحه. هنا هتكون خالفت اللائحه. انا قلت المعلومه الاسبوع اللي فات وبقول المعلومه الجديده الاسبوع ده. ماتش البلديه كان فيه تفكير قلت الاسبوع اللي فات، ولكن الجديد اللي عندي النهارده ان الاهلي مباراته مع يانج افريكانز بقت الجمعه، فمن الجمعه للجمعه لازم تطبق اللائحه زي ما طبقتها البيراميدز لما يلعب من السبت للسبت. اوكي. طيب الجانب الثاني وهو ان مارسيل كولر في الساعات الاخيره حدد بشكل رسمي موعد سفر الاهلي الى غانا. الاهلي هيسافر يوم الاربعاء. النهارده الحد في راحه سلبيه، الجهاز الفني ادى راحه اضافيه ثانيه، لكن بكره الاثنين في تدريب، يوم الثلاث في تدريب، يوم الاربعاء في تدريب. الكلام اللي كان موجود في الايام اللي فاتت الاهلي هيسافر الثلاث، لكن كولر حدد بشكل رسمي، ويمكن قبل الحلقه اتاكدت بشكل رسمي ان الاهلي خلاص حدد ميعاد سفره يوم الاربعاء اللي جاي. هيسافر الاربعاء بعد التدريب، يوصل كوماسي مساء، يتمرن تمرينه واحده يوم الخميس على ملعب بابايارا في مدينه كوماسي، ويلعب المباراه يوم الجمعه الساعه 6 بتوقيت القاهره. ده برنامج وجدول الاهلي للسفر الى غانا، فبالتالي السفر يوم الاربعاء ده قرار نهائي وقرار رسمي. طيب مين اللي ممكن يسافر مع الاهلي في مباراه ميديام الغاني؟ يعني حظوظ وسام بو علي المهاجم الفلسطيني بتزداد، وفكره تاجيل السفر ليوم الاربعاء ليها شقين. شق ان الجهاز الفني بيأخر سفر يوم كمان لعل وعسى يستفيد بلاعب زياده يسافر معاه في ظل الغيابات كتيره جدا. والحاجه الثانيه كولر، وده هيبقى قرار بقى الفتره اللي جايه، مش هيفضل انه يتواجد في اي رحله خارجيه اكتر من 24 ساعه او 48 ساعه. الراجل مش بيحبذ فكره السفر وتوقيت السفر بره يبقى كتير، عايز يقلل مده السفر، لان الرحلات الجايه كتير، المعسكرات هتبقى كتير، الماتشات كتير، فمش عايز يكون في ملل عند اللعيبه. فرحله غانا يا دوبك تبقى 48 ساعه، رحله الجزائر يا دوبك كانت 48 ساعه. بالاضافه لده لعل وعسى يكون في لاعب ممكن يلحق بالبعثه يوم الاربعاء اللي جاي، ففكره وسام بو علي ممكن يلحق ده وارد بنسبه كبيره. فكره ان كريستو ممكن يلحق ده وارد بنسبه كبيره. احمد عبد القادر دخل التدريب الاخير قبل السفر للجزائر، ولكن من يوم السفر لغايه يوم سفر الفريق لغانا هيخوض حوالي 5-6 تدريبات، ممكن يكون مع البعثه في الرحله ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الى غانا. لكن اللي تاكد موقفهم هيبقى صعب، وده احنا بنقوله كل مره، الشناوي، خالد عبد الفتاح، احمد نبيل كوكا، وبيرسي تاو، يعني هيحاولوا يشوفوا موقفه في الساعات اللي جايه، لان بيرسي تاو عنده اصابه في الخلفيه، محتاج راحه كانت اسبوع، اول نزول ليه لتدريبات المفروض هيكون بكره عشان يطمنوا عليه، فموقف بيرسي تاو مش هيكون واضح الا في ال 48 ساعه اللي جايه. اليو ديانج هيبعد شويه، لان قلت لحضراتكم امبارح هيعمل عمليه جراحيه ممكن ياخد فيها غياب حوالي شهر ونص، ولكن بعد اجراء الاشاعات النهارده أليو ديانج ممكن يطول شوية في الغياب، ممكن الأمور تصل يعني تصل لحوالي شهرين إلى شهرين ونصف، لكن إن شاء الله هنطمئن على أليو ديانج في الفترة اللي جاية، خاصة إنه هيعمل عملية جراحية، فمحتاجين نطمن عليه عشان نشوف مدى جاهزيته لاستكمال الموسم في الفترة اللي جاية. مروان عطية خلاص غايب
عن المباراة نتيجة الإنذار الثالث وتراكم الإنذارات، وبالتالي أنت ما عندكش خيارات في وسط الملعب إلا إمام عاشور، أكرم توفيق، أفشة، عمرو السولية، وممكن يجي من بعيد لو الجهاز الفني شايفه في حالة فنية عالية كريم نيدفيد. في لاعبي قطاع الناشئين تم تسجيل 6 لاعبين ممكن يستعين بيهم، ده وارد هنشوفه في ال 72 ساعة اللي جاية، وبالتالي سفر الأهلي هيكون يوم الأربع مش الثلاث، وهيكون في مساحة وقت للجهاز الفني يختار اللعيبة في الفترة اللي جاية. طيب، وأنا بتكلم كمان على موضوع الدوري العام، امبارح كان في قرار من رابطة الأندية بتأجيل مباريات الجولة ال 15 نتيجة إن الجهاز الفني عايز يقدم معسكر المنتخب من 18 مارس ل 12 مارس، وبالتالي في 6 أيام قبل المعسكر وميعاد الأجندة الرسمية، فأدي أسبوع كمان متأجل. في كمان كلام على إن الأجندة الدولية الثانية اللي هتبدأ في شهر 6، وده بيان الرابطة هو قدامكم على الشاشة، المفروض الأجندة دي تبدأ 3/6، ولكن الجهاز الفني للمنتخب عايز يبدأ المعسكر يوم 27 مايو، فبالتالي الفترة دي مش هيتلعب فيها دوري، اللي هي من كام بقى؟ من 27/5 ل 11/6، الفترة دي ما فيهاش دوري، الفترة دي ما فيهاش دوري، زي الفترة اللي هتتلعب من 12/3 ل 26/3، الفترة دي ما فيهاش دوري، 14 يوم ما فيهمش دوري، و14 يوم في أجندة 6 ما فيهمش دوري. أنا كل اللي متخوف منه حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، كده كده أجندة شهر 6 هتبدأ يوم 27/5 طبقا لرؤية الجهاز الفني بعد نهائي إفريقيا، فيا رب الأهلي يوصل فاينل أفريقيا، يخلص فاينل أفريقيا، يلعب 25/26/5 وبعد كده المنتخب ياخد اللعيبة براحته. ولكن اللي أنا قلقان منه حاجة تانية خالص، إيه هي؟ إن المعسكر لما يبدأ من 12/3 ل 26/3 هنا هتبقى فيه مشكلة، من بدري بقولها هنا هتبقى فيها مشكلة، لأن المنتخب عنده مباراتين وديتين في الإمارات 22 و26/3. الأهلي بإذن الله لو تأهل في صدارة المجموعة، في صدارة المجموعة عنده مباراة يوم 29/3 خارج مصر، يوم 29/3 خارج مصر، فالمنتخب عنده مباراة يوم 26/3 في الإمارات، هيرجع 27 في القاهرة، والفريق لازم يسافر لان عنده بعدها ب 48 ساعه مباراه في افريقيا خارج مصر، الله اعلم هتبقى فين، انت وحظك بقى طبقا للقرعه، يا تطلع على دوله بعيده يا تطلع على دوله قريبه على حسب الظروف. فدي نقطه مهمه جدا، الجهاز الفني للمنتخب هياخد اللعيبه 14 يوم، في ال 14 يوم دول مش هيكونوا تحت رؤيه الجهاز الفني للاهلي، وانت رايح على مباراه خارج مصر لو تصدرت المجموعه وهتلعب في دور الثمانيه. فدي نقطة كنت أتمنى إن الرابطة تاخد بالها، والمباريات الودية في الإمارات على الأقل بدل ما تبقى 26 تبقى على الأقل 25. عموما هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. طيب، السوشيال ميديا أكيد فيها كلام كتير، تعالوا مع بعض نبدأ آخر أخبار الترند، والبداية هتكون مع ترند الأهلي. ترند الأهلي النهاردة فيه كلام كتير وفيه تفاصيل كتيرة، نبدأ مع بعض ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي. البداية في ترند الأهلي من حساب بطولات، بيقولوا أرقام ياسر إبراهيم في مباراة شباب بلوزداد بدور مجموعات دوري الأبطال كالتالي: أكثر من استخلص الكرة برصيد 13 مرة، الالتحامات الهوائية 2/2 بنسبة 100%، لم يرتكب أي فاول طوال المباراة. تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، ده آخر 6 شهور يعني ياسر بيقدم مستويات متميزة، بس كل الأرقام دي وتخيلوا في كأس الأمم ياسر إبراهيم ما نزلش دقيقة واحدة في كاس الامم مع روي فيتوريا. اللي عمل بيان امبارح غريب بصراحه، بيشكر الناس والناس بتشكره وحاجه يعني، وكان الراجل عمل انجاز واحنا اللي نقول له شكرا مش عايزينك. طيب، سبورت 360 مصريه بيتكلموا على السجل التاريخي للنادي الاهلي ضد الانديه الغنيه في المنافسات الافريقيه. الاهلي لعب مع الانديه الغنيه 17 مره، كسب 7، تعادل 5، خسر 5، يعني معدل الفوز اكتر، نتمنى يكونوا 8 فوز في مباراه ميديانا. اليوم السابع بيقول ان كولر يستقر على مشاركه وسام بو علي مع الاهلي امام ديما الغاني، وده اللي قلته لحضراتكم في فكره مين ممكن يلحق المباراه اللي جايه. وسام خد تطعيمات السفر لغانا زي كل اللعيبه على فكره، ولكن هو مش معنى ان خد التطعيمات يبقى هو بنسبه 100% مسافر، هو ده اجراء احترازي بيتعمل لكل اللعيبه حتى اللي في البرنامج التاهيلي عشان لما يتاكد مشاركته يبقى هو جاهز طبقا للبرنامج في الفتره
اللي جاي. ده كان الجزء المتعلق بترند الأهلي. نطلع فاصل، وبعد الفاصل طيب عشان الجزء الأخير من برنامج الترند. أنا بشكر بالتأكيد حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند.